خرجوا في مظاهرة يهتفون باسم الجمهورية ويرفعون أعلامها لتأييد قيادة السلطة المحلية في سقطرى التي تواجه مشروعاً إماراتياً لتقويضها عبر أدوات محلية، كما هو الحال في عدن ومحافظات جنوبية أخرى. تحاول أبو ظبي زرع تكتلات مسلحة خارج إطار الدولة تحت لافتة الحزام الأمني، بالإضافة إلى ضخ مال سياسي لاستقطاب بعض وجاهات الجزيرة وتوظيفها ضد الدولة ومؤسساتها. الحزام الأمني. المحافظ رمزي محروس واجه مشروع الإمارات حيث صرح مبكراً برفض أي تشكيلات غير قانونية، في إشارة للميليشيا التي تحاول أبو ظبي فرضها. واليوم خرج أبناء الجزيرة للتعبير عن رفضهم لأي مشاريع تهدف لإحداث حالة من الانقسامات بين أبنائها أو تقويض مشروع الدولة الاتحادي. الحكومة الشرعية اكتفت بدور المراقب إزاء كل التهديدات الخطيرة التي تحيط بالجزيرة، وذهب رئيس الوزراء للتقليل من شأن ما يحدث قائلاً بأن هناك تهويلاً إعلامياً تجاه ما يحدث في المحافظة. مراقبون يرون أن توجهات الشرعية في التعامل مع سقطرى لا تختلف عما يحدث في عدن وشبوة وغيرها، وأن ما تقوم به ليس سوى إضفاء شرعية على تقويض دول التحالف لنفوذها في المناطق المحررة. يشتد التوتر في جزيرة سقطرى ذات الموقع الاستراتيجي ومحور الأطماع الإقليمية، ومخاوف من أن يتم التفريط بها أو أن يتم خلق انقسام اجتماعي بين أبنائها بعد أن كانوا لا يعرفون سوى السلام لعقود طويلة.